السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور هشام المونجي، أستاذ مساعد في قسم هندسة الحاسب والنظم في جامعة اسكندرية. بنكمل مع بعض كورس Database Systems، بنشتغل من كتاب رمز المصري Fundamentals of Database Systems، وإحنا وصلنا إن إحنا هنتكلم على Storage، Disk Storage، Basic File Structures و Hashing. إحنا هنبدأ نتكلم على Storage Engine. حتى الآن في الكورس كنا بنتكلم من وجهة نظر مستخدم الديتابيز سيستم، ازاي هيقدر يديزاين ديتابيز، ازاي يعمل كرييشن لديتابيز، ايه الكونسترينتس اللي موجوده، ايه الانتيتيز، ايه الريليشنال موديل، ازاي عملنا ريليشنال ديزاين. شفنا الكلام ده كله، ازاي عملنا نورماليزيشن اند سو اون. احنا النهارده هنبدا نتكلم جوه الانجن نفسه، ما بتكلمش على الراجل اللي بيستخدم الديتابيز از بلاك بوكس. انا بتكلم النهارده على الراجل المهندس اللي هو هيكون بيديزاين database management system جديد، يكون شغال سواء في مايكروسوفت في سيكوال سيرفر او في دي بي 2 او في اوراكل سيرفر، او يكون بيعمل سيستم جديد من الاول خالص زي اللي اتعمل من كام سنه كده، هو زي كاساندرا ومونجو دي بي وحاجات دي كانت جديده، تمام؟ فواحد بيعمل حاجه جديده فمحتاج ان هو اندرستاند، ان هو يفهم الانجن من جوه مبني ازاي. فاول جزء في الانجن احنا هنتكلم على الستورج انجن، storage engine اللي هو الانجن المهتم بازاي هيعمل ستورينج للديتا. فمن اول خالص هنفهم الديسك عباره عن ايه، ازاي بيحصل ستورج عليه، وبعد كده ازاي الديتا المختلفه هتبقى ستورد على الديسك دوت. فالديسك الهارد ديسك، تمام، ممكن يكون سنجل سايدد، ممكن يكون دبل سايدد، هو عباره عن مجموعه من البلاترز كونسنتريتد حوالين سبيندل معين، والسبيندل دوت is in continuous motion، قاعد يلف حركة دائرية مستمرة، سرعة ثابتة، تمام، قاعد يلف كده هوت اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي سنة 2020 2021، سرعات عادية ان انت تلاقي 7200 RPM للهارد ديسك. كون الديسك بيلف 7200 RPM يعني 7200 روتيشن بير مينت، يعني حوالي لو قسمنا على 60 ثانية اللي في الدقيقة يبقى كام لفة في الثانية؟ يعني 120 لفة في الثانية، يعني الثانية يعني اللفة الواحدة بتاخد لها حوالي 8 ملي سكند. اللفة الواحدة تاخد لها حوالي 8 ملي سكند، يعني أنا لو الهيد عندي هنا مجموعة هيدز عايزة تقرا من على الديسك، وأنا عايز حاجة من حتة معينة ينوت وهيلف عبال ما يجيلها، تمام، لو أنا عايز أقرأ أتاتش بس الحتة اللي أنا عايز أقرأ منها، تمام، هتاخد لي order of milli seconds. بينما البروسيسور شغال اليومين دول برضو بالنانو سكندز، فعارفين إن الديسك أي أو بطيء جدا. عندنا مجموعة من الأرمز ماسكه في الاخر هنا، هو 3 رايت هيدز، دي الهيدز اللي بتقرا وتكتب من على الديسك. الارمز دي مربوطه باكتويتر، الاكتويتر دي تقدر تدخل لجوه او تخرج لبره. فيبقى انا لو عايز اقرا حاجه من على الديسك هستنى ان انا الارم يدخل لجوه مسافه معينه، الوقت ده بنسميه سيك تايم، هستنى ان الديسك يروتيت زاويه معينه اون ذا افريج نص لفه يعني حوالي 4 ملي سكند، لغايه اما ايه الحته اللي انا عايز اقرا منها تيجي تحت الهات، وبعد كده هوت الترانسفير تايم يبدا، بعد كده هوت ايه الديتا تبدا تتنقل. هنلاقي ان الديسك عباره عن مجموعه من التراكس، كل دايره من دول بنسميها تراك، فانا عندي تراك وجواه تراك تاني وبراه تراك تالت اند سو اون، واي تراك بالتراك المناظر ليه تحتيه نفس نص القطر نفس الراديوس، تمام. مجموعة التراكس ديت بنقول زي فورم السيلندر، عبارة عن سيلندر اوف تراكس، ديت ايه حاجة ايماجينري بس هنقول سيلندر، معناه ان دول كلهم ورا بعض. وده كمان لما نيجي نتكلم ازاي نقرا على ديسك او اسجل الحاجات ازاي على ديسك، بحيث ان انا ما اقعدش اتحرك كتير بالارم، تمام، هبدا اقول لك طب ايه رايك لو تسجل على نفس التراك، ولما تخلصه طب انزل على التراك اللي تحتيه بحيث يا دوبك ايه ما تحتاجش تحرك الارم، يبقى سجل على نفس السلندر، ولما تخلص طب خد السلندر اللي بعديه على طول
بحيث ما تحركش تحركش الارم دوت مسافة كبيرة. لما نيجي نتفرج على الديسك اتفقنا ان هو عبارة عن مجموعة من التراكس، التراك الواحد تمام ممكن يكون متقسم الى مجموعة من السيكتورز. نيجي نشوف يعني ايه كلمة سيكتور. سيكتور is an arc of a track، حتة زي كده. It's an arc of the track. طب يا ترى هل السيكتور بقى نعرفه بان هو عبارة عن زاوية معينة ولا نخليه uniform density بحيث ان هو يبقى مسافة معينة ما تفرقش بقى؟ فيبقى انا ممكن التراكس القريبة يبقى فيها عدد سيكتورز اقل من التراكس البعيدة، بحيث ان يبقى في الاخر خالص السيكتور حجمه ثابت. تقول لي السيكتور مثلا بيشيل وليكن مثلا تقول لي نص كيلو بايت مثلا، يبقى في اي مكان السيكتور فيه على الديسك هو نفس الحجم، هيبقى اسهل لي في عملية المانجمنت بتاعت الاي او. بنقول ان الهارد ديسك بيتعمل له عمليه فورماتنج. يعني ايه كلمه فورماتنج للهارد ديسك؟ معناها ان انت هتبدا تقسم التراكس اللي عندك الى مجموعه من الديسك بلوكس ايكوال سايز ديسك بلوكس. ديسك بلوك عباره عن ممكن تكون بتكومباين، ممكن تكون بتقول التراك دوت عباره عن مجموعه من السيكتورز، هاخد شويه منهم هسميهم ديسك بلوكس تمام. فانت بتقسم التراك الى مجموعه ديسك بلوكس. لما هنيجي نتعامل مع الهارد ديسك نقرا او نكتب، فبنقول ذات داتا ترانسفير از ان يونت اوف ديسك بلوك. تقول لي انا عايز اقرا بلوك، عايز اقرا اثنين بلوك وات ايفر. طب البلوك دوت حجمه قد ايه؟ كام سيكتور مثلا؟ فدوت بيتحدد وقت الفورماتنج. بين كل بلوك وبلوك عندنا بلوكس ار سيبريتد باي انتر بلوك جابس، في جابس كده اهوت. الجابس دي بنقدر نكتب فيها معلومات بحيث اثناء ما الهيد الديسك بيلف والهيد لما يوصل لجاب معينه يقدر يعرف طب هو التراك اللي جاي دوت نمره كام. شويه معلومات فور كنترول. هنلاقي ان احنا الستورج انجن مش بس بيعمل عمليه ستورنج، لا ده انا كمان عندي بافر مانجمنت محتاج ان انا اخلي بالي منه، لان انا مش كل مره عايز اروح اقرا من على الهارد ديسك. لو حاجه اقدر اجيبها من الميموري اكون قريتها من على الهارد ديسك وسجلتها في بافر تمام، بحيث لو عايز اقرا حاجه جنبها تمام اجيبها من الميموري من نفس البافر، مش محتاج اني اروح برضو اي اجيب كل حاجه من على الديسك. فهنستخدم شويه بافرز that will be used in read and write operations، هنتكلم عليها كمان شويه. الهيدز دول read and write heads، دول اللي بيقروا، دول اللي بينفذوا لنا الريد والرايت اوبريشنز، بيجيبوا لنا الداتا من على الديسك. ايه البافرنج ديت؟ بافرنج ديت بروسيس بنعملها تبقى حلوه when processes can run concurrently in parallel تمام، يقدروا اكتر من بروسيس يقدروا يقروا من نفس الاماكن جنب بعضها. واحنا عارفين من operating systems ان processes بتقدر تشتغل in parallel سواء حصل interleaving للoperations، يبقى عندي A B A B دول اتنين operations A و B تمام، حصل interleaving على نفس processor مثلا، او حتى لو عندي اكتر من processor فممكن يحصل parallel execution. فيبقى انا عندي حاجتين بيستخدموا نفس المكان، ممكن يستخدموا buffers تمام، سواء interleaving execution او parallel execution. هل نستخدم buffer واحد؟ قال لك انت ممكن تستخدم البافر عشان تقرا الحاجه من على الديسك وتقعد تستخدمها فيه، بس لو انت بتعمل continuous stream of blocks انت عارف ان انت عايز تقرا الفايل كله، فيبقى اثناء ما انت بتعمل processing لشويه داتا روح بسرعه واعمل prefetching وهات شويه داتا تانية، وكأن عندك هنا هوت ديسك بتعمل عمليه IO لديسك بلوك مثلا معين، واخدت لك اتنين بافرز دبل بافرنج. اول بافر مليته وبعد كده هوت هتروح تعمل بروسيسنج للبلوك A اللي انت مليته، واثناء ما انت بتعمل بروسيسنج في الوقت دوت تروح تفيل البافر الثاني B. ولما تخلص بروسيسنج، لما تخلص البي دوت وجبته خلاص من على الديسك تمام، هنا انت خلصت بروسيسنج A بدري، خلاص هتقعد تستنى لما بي دوت يجي لك من على الديسك تقدر تعمل بروسيسنج للبي. في الوقت دوت ممكن تبدا تفيل البافر A وبعد كده تعمل بروسيسنج للـ A وقت ما انت بتفيل البافر B. هنا دي تايبو، واضح انها تايبو، دي فيل B. مرة بنملي A B A B وبعد كده هنملي A. وقت ما انت بتملي، وقت ما انت بتعمل بروسيسنج لحاجة بتملي البافر التاني.
بتبروسيس البي هتملي ايه، بتبروسيس ايه هتملي بي، دي تايبو. لما نيجي نتكلم على البافر مانجمنت انا انصحكم بالكتاب بتاع راماكريشنز، وهتلاقوا راجو راماكريشنز داتابيز مانجمنت سيستم، وهتلاقوا فيه عندي فيديو برضو على يوتيوب بيتكلم على الديسكس اند فايلز ازاي بيحصل ستورج. تمام، البافر مانجمنت مشروحه هناك كويس. تمام، ارشح الكتاب بتاع راماكريشنز في الجزء دوت. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف، احنا عايزين نستور الداتا. هنبدأ من الأول خالص. طب هو أنا إزاي أحط الفيلدز جوه الريكوردز؟ طب وإزاي أحط الريكوردز ديت جوه الفايل؟ هو فايل هيبقى عبارة عن مجموعة بيجز، إحنا عارفين من الأوبريتنج سيستم الفايل عبارة عن مجموعة بيجز. طب يبقى إزاي هحط الريكوردز جوه البيجز؟ طب إزاي البيجز ديت محطوطة جوه الفايل؟ ده اللي إحنا هنتكلم عليه، إزاي بنعمل بليسمنت للداتا. هنبدأ نعمل placing للريكوردز على الديسك. أول حاجة نقول what's a record؟ That's a collection of related data values، يعني collection of fields or items. كل value correspond to a record field. كل value ممكن يبقى لها data type، سواء numeric, string, boolean, date and time. ممكن يكون عندنا some other data types بنسميها binary large objects أو blobs. يعبر عن binary data كده هو شوية bits ورا بعضها unstructured object. ممكن يكون اوديو، يكون فيديو، يكون ايمج، وات ايفر. هتعامل معاها ان هوت ان هي لارج اوبجكت كده هوت وخلاص، مش هجمع اتنين لارج اوبجكتس على بعض، ما هواش نيوميريك مثلا. طيب دلوقتي انا عايز احط الفيلد زيت جوه الريكوردز، يا ترى الريكورد دوت اللينث بتاعه فيكست ولا فاريبل؟ فيكست، يبقى كل الريكوردز لهم نفس الطول. طب هل في اسباب ان الريكورد ما يبقاش ليها نفس الطول؟ هل في اسباب ان الريكورد تبقى variable length؟ اقول لك اه، عندنا اربع اسباب ان هوت ممكن يكون one of the or more of the fields have variable length. ممكن يكون عندي فيلد طوله ما هواش ثابت، احنا شفنا ان هوت النيوميريك انا عارف النيوميريك طوله قد ايه، الانجر مثلا هتقول لي 4 بايت وات ايفر، البوليان هتقول لي انا يا دوبك محتاج بايت واحد او بيت واحده حسب انت هتسجلها ازاي. بس لو انت عندك variable length string، تمام، فانت في الحالة ديت الفيلد نفسه have variable length. ممكن يكون عندك one or more fields are repeating، يعني لو واحد عنده اكتر من رقم تليفون وهتسجل جميع ارقام التليفونات مع الراجل دوت، ففي الحالة ديت الفيلد دوت ممكن يكون بيتكرر. ممكن يكون عندك one or more fields are optional، تمام، هتكون عايز تسجل null مثلا او الفيلد نفسه ما يبقاش موجود، فمش هيبقى كل الريكوردز فيها كل الفيلدز، فده بيخلي variable length record. او ممكن اساسا يعني احنا النهارده بنتكلم على storage engine بنشوف هو احنا هنسجل الداتا ازاي physically على الديسك. ممكن تطلع في دماغك ان انت طب what about storing related data مع بعض، يعني لما استور مثلا الطالب فاعمل storage للدرجات بتاعته معاه، فيبقى الفايل contains records of different types، يبقى الفايل فيه records بيانات الطالب والدرجات بتاعته كمان، فهلاقي ان الريكوردز طولها مختلف. انا عايز اشوف ازاي هسجل الفيلدز جوه الريكورد. فلو جيت بصيت على ريكورد، انا عندي ريكورد دوت اول واحد عباره عن نيم، تمام، واخد مثلا 30 حرف للنيم، الرقم القومي اس اس ان، السالري، جوب كود، ديبارتمنت، هاير ديت اند سو اون، وكل واحد من الفيلدز ديت فيكست لينث، فبالتالي الريكورد كله فيكست لينث. وده اسهل نوع، ده اسهل نوع. لو انا عايز ده زي الاستراكت بتاع السي، لو انا عايز اشوف الفيلد نمره 3 مكانه فين، فانا عارف اللينث بتاع اول اتنين فيلدز، وهروح رايح اوفست مجموع الاتنين لينث دول يديني ايه بدايه الفيلد التالت. دي اسهل حاجه، مش محتاج اسيبريت الفيلدز بينها وبين بعضها، الفيلدز جايه كلها الفيلد بعد الفيلد التاني وبعد كده التالت اند سو اون. الريكورد ده خلاص خلاص انا عارف ان الريكورد اللي بعديه هيجي لازق بعديه، مش محتاج حتى ريكورد سيبريتور. بينما لو انا عندي variable length record variable length field زي string كده، النيم دوت كان سميث، جون سميث مثلا، تمام، فانت تقول لي خلاص انا هعمل some terminator character، تقول لي بص I have a record a field separator
تحط لي فيلد سيبريتور هنا، سام سيبريتور كاركتر تحطه يفصل بين الفيلد واللي بعديه. الاساس ان ده طوله ثابت، مش محتاج سيبريتور بعديه، ولا السالري، ولا الكمبيوتر برضو ده سترينج، برضو عمل لي فيلد سيبريتور هنا. وانا عارف ان عدد الفيلدز ثابت، فبالتالي خلاص انا بعد ما جبت الفيلد الخامس هنا اهوت وجبت الفيلدز كلها، انا عارف ان اللي بعديه هنا اهوت الريكورد اللي بعديه، مش محتاج ريكورد سيبريتور. انا الاسود دوت فيلد سيبريتور، يعني لو دوت كان نيوميريك مثلا ما كانش هيبقى عندي حته سودة في الاخر هنا اهوت. الريكورد الاخير دوت ذاتس فاريبل فيلد ريكورد، مش كل الفيلدز موجوده، فبيقول لي بص انا اسمي نيم جون سميث، الاس اس ان بكذا، تمام، مش ما عنديش سالري، ما عنديش جوب كود، تمام، الديبارتمنت بيساوي كمبيوتر، حتى كتب اسم الفيلد معاه في الاثنين اللي فوق، كان يدوبك الريكورد عباره عن ديتا، اسامي الفيلدز كانت متسجله بره، بنسميها متسجله في ميتا ديتا، متسجله في حته بنسميها كاتالوج، بينما اللي موجود عندي هنا هوت تمام بيكتب لي اسم الفيلد والفاليو، عشان مش كل الفيلدز موجودة. وفي الحالة ديت انا هقدر اعرف ازاي ان الريكورد خلص كله محتاج ريكورد سيباريتور، يبقى ايه في كاركتر كان هوت بيترمينيت الريكورد، بحيث اعرف ان الداتا اللي هتيجي بعد كده ذاتس انذر ريكورد. طيب يبقى انا اتعلمت دلوقتي ازاي اقدر احط الفيلدز جوه الريكورد بالحالات المختلفة للفيلدز، عددها مختلف ولا عددها ثابت، الفيلد لينث بتاعي ثابت ولا متغير. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب الريكوردز المختلفة واحطها على الديسك بلوكس، so file records they are allocated to disk blocks. وهنا اهوت عندي حالتين، عندي spanned records و unspanned records، spanned records و unspanned records. فالصورة هنا هتوضحها لي بسهولة جدا. unspanned records معناه اني احط ريكورد والتاني والتالت، عندي حتة هنا اهوت ما تكفيش الريكورد الرابع، هل احط فيها حاجة؟ قال لي لا سيبها فاضية، record does not span blocks، فعشان كده سميناه unspanned record organization، وتاخد ريكورد 4 و5 و6. So unspanned records are not allowed to cross block boundaries. هتلاقي هنا هو بيتكلم على كلمة block، ما بيتكلمش بقى على السيكتور، هو الـ unit of IO بالنسبة لنا هي عبارة عن block. أو ناخد spanned record organization، فأنا عندي الـ blocks كده هو عندي ريكورد والتاني والتالت، الريكورد الرابع حطيته وما كفاش فهكمله في البلوك اللي بعد كده. طب يا ترى البلوك اللي بعد كده هو دوت موجود فين على الديسك؟ هل شرط ان البلوكس ديت لازقه ورا بعضها على الديسك؟ لا مش شرط، فعشان كده هوت مضطر ان انا اعمل بوينتر كده هوت، اكتب الاي دي بتاع البلوك اللي بعديه هي بلوك اي وبلوك اي بلس 1، ده لوجيكال بلوكس بس فيزيكالي على الهارد ديسك، تمام، هكتب بوينتر كده يقول لي البلوك اللي بعديه فين، بحيث اعرف بقيه الريكورد 4 دوت موجود فين. واستخدم بقى سباند ريكوردز مش بس عشان الريكورد بيقسم ما كفاش الحته الفاضيه، لا ده انا ممكن اساسا الريكورد يكون اكبر، يكون لارجر ذان سنجل بلوك، تمام، عشان كده هنضطر غصب عننا ان احنا الريكورد زي سبان بلوكس، and pointers at the end of the first block they it points to block containing remainder of the record. وعندنا حاجة هتحتاجوها في المسائل وانتوا بتحلوها على الجزء دوت بنسميه blocking factor. That's the average number of records per block for the file. تقول لي الفايل دوت عادة مثلا بسجل on the average 3 records في البلوك، عشان نقدر نحسب حجم الفايل. مثلا لو عندي 100,000 record، طب انا محتاج كام ديسك بيج؟ بس فانا هنحسب الـ average number of records per block وقتها، بنسميه blocking factor. طيب انا دلوقتي عندي مجموعة من البلوكس وحطيت جواها الفيلد، حطيت جواها الريكوردز، البلوكس حطيت جواها الريكوردز، انا عايز اقول ان مجموعة البلوكس المختلفة الكبيرة ديت they form a file. طب البلوكس دي هتتحط ازاي على الديسك؟ ممكن واحد يقول لي انا عايز contiguous allocation. contiguous allocation معناها البلوكس محطوطه ورا بعضها physically على الديسك، physically على الديسك،
ونفتكر تاني ان هوت لما قلنا موجودة ورا بعضها، يعني لما اجي اقراها ورا بعضها اقراها ورا بعض كده هوت. ولو خلصت التراك انزل على التراك اللي تحتيه في نفس السيلندر، ولو خلصت السيلندر كله تمام النكست دوت، يبقى انا هدخل على السيلندر اللي بعديه ابدا برضو اكتب فيه في التراك واللي بعديه تحتيه and so on. فيبقى اول allocation للفايل بلوكس على الديسك اول طريقة contiguous allocation. الطريقة التانية linked allocation. linked allocation يبقى البلوكس متنطورة على الديسك كل واحد موجود في مكان تمام، بس انا هعرف انا كبلوك طب البلوك اللي بعديه فين، الاقي في اخر البلوك موجود فيه pointer على البلوك ده. والطريقة التالتة indexed allocation، ان انا يبقى عندي حاجة زي index والindex دوت بيشاور على البلوكس. والطرق المختلفة ديت هي اللي اخدناها في الـ Operating Systems course لما اتكلمنا على ازاي files are stored على الديسكس. كل فايل هيبقى له header، بيبقى فيه الفايل ديسكريبتور بيشرح لنا هو يا ترى الفايل ده بتاع ايه، ديت درجات طلبة ولا ديت اسامي العربيات ولا اسامي المواد ولا it contains file information needed by the system programs. في الفورمات بتاع الفايل دوت الريكورد دوت عبارة عن ايه، ايه الفيلدز اللي فيه، اللينث بتاع اللي فيه and so on، او ايه ديسك ادريسيز بتاعت الفايل دوت، الفايل دوت موجود فين على الديسك، اول بلوك في الفايل ده اول داتا بلوك موجود في الفايل دوت فين بس. فالفايل هيدر دوت ده بداية الفايل بيديسكرايب الفايل فيه ايه، ممكن يكون اول بلوك في الفايل هو الفايل ديسكريبتور ده اللي مثلا الفايل الوكيشن تيبل بيشاور على اول واحد يكون هو ده، ده الهيدر اللي هيشرح لي الفايل الداتا متسجلة فيه ازاي. فاحنا شفنا كده هوت ازاي الفايلز الداتا متسجلة في الريكورد، والريكورد ازاي متسجلة في البلوكس، والبلوكس ازاي محطوطة على على الديسك عشان يبقى فايل. طب يا ترى ايه الاوبريشنز اللي موجودة على الفايلز؟ اوبريشنز ممكن تبقى ريتريفال اوبريشنز، يبقى انت قاعد تقرا بس، تعمل سيلكشن تمام بتقرا من الديسك، او بتعمل ابديت اوبريشن سواء بتانسرت او بتديليت او بتعمل موديفيكيشن في الريكوردز فانت بتغير فيها. عاده لما هتيجي تقرا من الديسك يا اما هتقول انا عايز اعمل عمليه بنسميها سكان، فسكان دي يبقى انا عايز اقرا الفايل كله، هات لي بلوك واللي بعديه واللي بعديه and so on. او عايز تعمل عمليه تروح لريكورد معين based على some criteria, so records they are selected based on selection criteria. تقول لي أنا عايز الطالب الـ ID بتاعه 5138 مثلا. Example operations for accessing records تمام for file records، بتقول لي أنا عايز I want to open the file ولما خلص I will close the file. Open the file يبقى أنا هستخدم الفايل بقى ده يا جماعة تمام، هنجيب بقى شوية ستورج مانجر انا هفتحه بقى جهز لي البافرز عشان هستخدم البافرز ديت فيها. ممكن تكون عايز تعمل ريدنج، تعمل ريد من الفايل اللي هو عايز تعمل سكان على الفايل كله، هي سكان تمام هتلف على الفايل كله، ريد انت عايز تقرا حاجه واحده. ممكن تكون عايز اي وانت تو ريد بلوك نمره 5 فانت بتعمل عمليه ريد. find بتقولي انا عايز اعمل find للستودنت نمره 5138، يبقى find ديت بتديك على كرايتيريا معينه، read انت بتديني بلوك معين، scan ده انا عايز اسكان الفايل كله. طب انا لقيت اول طالب، طب انا عايز الطالب اللي بعديه، هديني find next، اديني اول طالب مسجل database systems، طب اديني تاني طالب مسجل database systems، او اعمل delete للطالب دوت الكورس دوت عمل له دروبينج مثلا، اعمل ديليت او اعمل انسرت، ولما تخلص هتعمل كلوز. طيب احنا قلنا ان انا عندي ريكوردز حطيناها جوه بلوكس، والبلوكس ديت حطيناها جوه الفايلز. طب ايه انواع الفايلز؟ ايه انواع الفايلز؟ يعني هي الريكوردز محطوطه في الفايل على اي اساس؟ يعني اشمعنى الريكوردز ديت حطيتها في البلوك ده وما حطيتهاش في بلوك تاني؟ هل ترتيب الريكوردز يفرق معايا؟ فأول نوع من الفايلز الترتيب بتاعها ما تفرقش. It's a file of unordered records. كل ما يجي لي ريكورد زيادة يلا ما تحطه فوق اللي عندك. كومهم فوق بعض، اعمل منهم pile. اعمل منهم heap.
عشان كده بنسميه هيب بايل، هيب فايل او بايل، تمام؟ كومهم بايل يعني كومه، تمام؟ هنكوم الريكوردز فوق بعضيها كده اهوت. Records are placed in the file in order of insertion، يجوا ورا بعض. عايز تinsert record جديد، اسهل حاجة روح اخر الفايل ولزق الريكورد الجديد. ولكن لو عايز تدور على record searching it requires linear search، تمام؟ linear search ربنا يعينك، لو الفايل كبير هتلف عليه كله. فالinsertion سهلة جدا في الاخر خالص. طب والديليشن؟ اقول لك الحقيقة الديليشن فاحنا عايزين نعمل ايه؟ يعني ممكن تري رايت ذا بلوك، تكتب فوق البلوك، يبقى هدور على الريكورد اللي عايز الغيه، تمام؟ وهقرا البلوك بتاعه، هجيبه بافر، امسحه، وبعد كده اكتب البلوك دوت تاني. او ممكن ان انا استخدم ديليشن ماركر، يا دوبك البلوك الريكورد موجود كأن عندي بيت كده اهوت، يا ترى الريكورد دوت ديليتد ولا لا، ويدوبك I set this one bit وخلاص، بدل ما اكتب على الريكورد كله يتمسح، خاصة لو عايز امسح كمية كبيرة، تمام؟ deletion marker كده وخلاص الريكورد موجود، بس في بيت بيقول ان ايه يا جماعة الريكورد دوت ممسوح. ولما تيجي تعمل search بعد كده هو الريكورد ده ولا كأنه موجود. عايز تinsert انت ممكن تكتب فوقيه حتى بعد كده. والنوع التاني من الفايلز، لو الفايل الترتيب الريكورد عندي مهم، بقول I have a sorted files، files of ordered records، بنسمي الفايل ده ordered file أو sequential file. فsequential file دوت records are sorted by some ordering field، ممكن يكون ordered مثلا بالdepartment، لو الemployees اللي عندي، تمام؟ I ordered الفايل ده بالdepartment مثلا، فيبقى أنا عندي ordering field اسمه department، الناس اللي في الdepartment الأولاني، وبعد كده الناس اللي في الdepartment التاني، وهكذا. او يا ريت لو انا بعمل اوردرنج على كي فيلد، يعني الفيلد دوت ما بيتكررش، يونيك كده اهوت، مفيش تكرار في الفاليوز بتاعته، ففي الوقت ده بنسمي الاوردرنج فيلد دوت هنسميه اوردرنج كي، كانك بترتب الفايل على الرقم القومي بتاع الامبلويز. ادفانتج بقى لما تيجي الفايل المترتب ده ريدنج ريكوردز in order of ordering key value is extremely efficient، لو قلت لي اطبع لي الامبلويز بالرقم القومي مترتبين، مش محتاج يرتب، هم مترتبين جاهز. تقول لي find the next record، انا عايزهم الطلبه، تمام؟ طالب 5138، طب 5139 اهو وراه على طول. فبرضه finding next record is very efficient. ولو عايز تعمل عمليه search عامه، يعني هنا انت عملت سكانينج على السورتد، كأنك بتعمل سورت، مش محتاج تسورت، هتعمل سكان، وهنا عملت فايند نيكست مثلا، الفايند نفسها ان انت تعمل باينري سيرش، مش محتاج لينير سيرش. ده مثال لاوردرد فايلز، عندي مجموعه من البلوكس، تمام؟ البلوكس دي كلها دي لوجيكال اي ديز، فيزيكالي ما اعرفش متسجلين على الديسك ازاي. وشفنا عندنا ثلاث، عندنا contiguous allocation و linked allocation و indexed allocation، اتكلمنا عليهم، انا هنا بتكلم عليهم logically. هبص عليهم logically الاقي ان الفايل كله مترتب كده هوت، النيم مترتبين، الايز الاول وبعد كده البي والسي لغايه الزد في الاخر خالص. ولما اجي اقارن بين الهيب فايل والاوردرد فايل على اساس يا ترى انا ازاي هعمل سيرش، ايه الاكسس ميثود بتاعتي، ايه السيرش ميثود بتاعتي، لو بعمل هيب وعايز ادور على حاجه ما عنديش غير سيكوينشال سكان، بعمل لينير سيرش، وان ذا افريج هحتاج ان اقرا نص الفايل، يبقى عدد البلوكس على 2، يبقى اول تايب اوف فايل اورجانيزيشن اخذناه الهيب فايل، الاكسس ميثود اللي عليه سيكوينشال سكان، عايز تدور هو ما عندكش غير sequential scan واحد ورا التاني، فlinear search تلاقي في الأول تلاقي في الآخر، on the average هتقرأ نص عدد البلوكس. طب لو الفايل كان sequential file اللي هو records فيه ordered، أقولك أنت عندك اتنين access methods، أنت ممكن تلف عليه sequential scan أو تعمل binary search على حسب أنت عايز تعمل إيه. عايز تقرأ الفايل كله هتعمل sequential scan،
أو لو بتدور على حاجة هو مترتب مثلا بالـ Student ID، بس أنت بتدور على بالاسم، ففي الحالة دي الترتيب ولا يفرق معاك، هتعمل Sequential Scan برضو on the average blocks to access a specific record B على 2. بس لو أنت بتعمل Search على ID معين وهو مترتب بالاي دي، في الحالة دي تقدر تعمل باينري سيرش وتاخد لوج عدد البلوكس. فاحنا شفنا ان ممكن الفايل يبقى هيب فايل او يبقى سيكوينشال فايل يعني اوردرد فايل. بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها ان الفايل دوت يبقى هاشد. فنفتكر مع بعض الهاشينج، هاشينج تكنيك زيت احنا درسناها في الديتا ستراكشرز، انا هجري عليها مش هشرحها دلوقتي، هفكركم بسرعه كده هوت. لو مش فاكرين الهاشينج راجعوا ماده الديتا ستراكشرز. تمام، فعندنا الهاش فانكشن بتعمل عمليه راندمايزيشن ابلايد تو ذا هاش فاليو تو ذا هاش فيلد. تمام، بتديني هاش فاليو، بيديني ان ادريس اوف ذا ديسك بلوك اوف ستورد ريكورد، هتديني ريكورد هقول لك هو موجود في انهي بلوك، هتديني ريكورد هقول لك هو موجود في انهي بلوك. هعمل هاشنج للفاليوز بتاعت الريكوردز هيديني ايه؟ اي دي، والاي دي دوت هو دوت ذاتس ذا اي دي اوف ذا بلوك. اورجانيزيشن اسمها هاش فايل. تمام، بتستخدم في الايكواليتي، ما تقدرش تقول اصغر من او اكبر من. اي دي بيساوي 7، ما تقدرش وير اي دي بتوين 20 و30. الهاش فيلد تيبيكالي كي فيلد، عاده ما بيبقاش فيه تكرار. هاشينج درسناها في الداتا ستراكشر as an internal search structure. كان عندنا هاش تيبل، هاش تيبل دوت فيه الداتا موجوده فيه. used when group of records accessed exclusively by only one field value، تديني فيلد دوت اروح جايب لك ايه بقيه الريكورد. الانترنال هاشينج اللي خدناها في الداتا ستراكشر الهاش تيبل. ولما كان عندنا كوليجن، يعني ايه كوليجن؟ يعني ان الهاش فيلد فاليو فور انسرتد ريكورد هاش تو ذا ادريس اوريدي كونتيننج ا ديفرنت ريكورد، يعني عندي اتنين ريكوردز بيعملوا هاشنج لنفس المكان، دي بنسميها كوليجن. ودرسنا كوليجن ريزولوشن بوليسيز زي اوبن ادريسنج وتشيننج ومالتيبل هاشنج، الكلام ده من كورس الداتا ستراكشرز. يبقى عندي كده اهوت هاش تيبل، هاش الريكورد يقول لك هتحطه في المكان الفلاني، تعمل هاشنج للريكورد الثاني هحطه في المكان الفلاني. طب لو حصل كوليجن تقول لي اه بص لو حصل كوليجن، بص هنا هو اهو عندي اتنين ريكوردز حصل لهم كوليجن في نمره 4، واحد اتحط في المكان ده وواحد اتحط in some overflow area اهو في m plus 2 اهو هنا اهو ده اللي بعديه. ايه ده في واحد كمان في نفس الهاش فاليو اللي هي 4، تروح رايح تجيبه and so on. فعندنا الادريس سبيس وعندنا overflow space، والكلام ده منين؟ internal hashing اللي كان موجود في الميموري عملناه وقت ما درسنا data structures. النهارده اللي احنا مهتمين بيه external hashing، بمعنى ان الهاش تيبل بتاعي هيبقى table of disk blocks، هيبقى file of disk blocks table of records متسجله في الديسك بلوكس، بس متسجله بناء على hashing. تمام، البلوكس ديت are blocks of disk files. فبتعمل هاشنج للريكورد هيديك ايه؟ هيديك باكيت، تارجت ادريس سبيس ميد اوف باكيتس. الباكيت عباره عن وان ديسك بلوك او مجموعه كونتيجوس اوف بلوكس ورا بعضها على الديسك. فانا عندي باكيت، الهاشنج فانكشن بتماب الكي، تديني كي بتاع الريكورد فيلد معين، ده الكي بتاع الريكورد دوت. اروح اعمل ايه؟ اروح مديلك اقول لك بص الهاش فاليو الهاش فانكشن هتديني باكيت معين، تقول لك باكيت نمره 1 باكيت 2 and so on. وعندنا في الفيلد في الفايل هيدر وي هاف ا تيبل ذات كونفرتس باكيت نمبر للديسك بلوك ادريس، تقول لي انا في باكيت نمره 5 اقول لك اه باكيت 5 دوت ده البلوك نمره 30 على الديسك، فيزيكالي 30 على الديسك. يعني لو جينا بصينا كده اهوت اهو عندي تيبل كده اهوت في الهيدر تديني رقم الباكيت، اقول لك اه الباكيت دوت فلان اهو باكيت نمره 2 ده موجود فيزيكالي على الديسك فين، تروح تمشي كده اهوت يقول لك اهو فيزيكالي على الديسك في الحته ديت. فانا عندي تيبل كده بيقول لي الباكيت موجود في انهي هو ديسك بلوك. طب هل الكوليجن عندي مشكله كبيره؟ لا اتس لاس سيفير. ليه؟ لان انا بتعامل مع باكيتس،
انا ما بتعاملش مع اماكن وعندي ريكوردز كده هوت وهيخبطوا هو المكان دوت عشانهم كلهم، لا ده انا عندي باكيت، يعني عندي ايه ديسك بلوك يتحط فيه كذا ريكورد كلهم في نفس الديسك بلوك. ولو احتجت بقى اعمل تشيننج مثلا اقول لك لا ده في عندي اوفر فلو اريا، ماشي مفيش مشكله برضو اليونت بتاعتي بلوك مش ريكورد، اليونت بتاعتي بلوك يتحط فيه اكتر من ريكورد. وعندنا نوع اسمه ستاتيك هاشينج، ستاتيك هاشينج دوت فيكس نمبر اوف باكيتس الوكيتد، يبقى انا الفايل بتاعي اخد عندي عدد معين من الباكيتس ثابت وهعمل هاشينج فيه. طب لو الفايل كبر، لو الفايل اتملى وكبر اقول لك لا مش هينفع معايا. هناخد بقى طرق تانية مع بعض لما نتكلم على الاندكسنج، هناخد مع بعض دايناميك هاشينج وازاي دايناميك هاشينج دوت بيتعمل. هنا هوت الباكيتس لما تتملى فانا عندي ايه سام اوفر فلو باكيت كده هوت، تقول لي الباكيت دوت اتملى خلاص. او بص هنا هوت الباكيتس دي كلها وكأن الهاش فانكشن بتاعتي بتبص على اخر the least digit، هنا هوت least decimal digit، هنا دول باكيت 0 باكيت 1 كلهم واحد، هنا دول اتنينات دول تسعات. طب الباكيت ده اتملى اهو ريكورد بوينتر على ان اوفر فلو باكيت، يقول لي بص اهو عندك في حد بعديه؟ لا مفيش حد بعديه، انا بس اللي موجود. باكيت 2 اتملى برضو عندي ريكورد بوينتر كده اهو، اتس ريكورد بوينتر مش بلوك بوينتر، ريكورد بوينتر يعني بيقول لي انا في البلوك الفلاني انا الريكورد الثالث دوت في الرسمه دي، وهنا هوت دوت ريكورد وعندي ريكورد بوينتر على الريكورد اللي بعديه اللي في نفس التشين، يبقى انا عملت تشين كلهم باتنين واتنين ودول كلهم اتنينات. فنقدر نعمل handling overflow for buckets by chaining. فاحنا اخدنا pile اللي هو unordered او اللي هو اسمه heap file، وبعد كده اخدنا الordered files اللي هي سميناها sequential files، وبعد كده شفنا ازاي ممكن نعمل external hashing عن طريق البكتنج، دي طريقة تالتة. عندنا طرق رابع غير كده؟ اه طبعا عندنا غير كده، عندنا اقول لك انت ممكن تسجل الفايل in a B3. مين بيعمل كده؟ هوت مايكروسوفت سيكوال سيرفر مثلا بتعمل حركه زي كده، لو if you create a table والتيبل دوت فيه برايمري كي عليه على طول ما بيستور التيبل فين؟ جوه بي بلس 3 في الليف نودز تحت خالص، دوت التيبل نفسه متسجل جواهم. وعندنا انواع تانية من الداتا ستورج، ناس ما بتسجلش ريكوردز، كل اللي اتكلمت عليه ده انا كنت بسجل ريكوردز، في ناس قالت لا احنا هنسجل كولمز، سميها column based data storage بدل ما يسجلوا records، سواء تسجل records سواء تسجل columns كل واحد ليه واجهته، كل واحد ليه اوقات افضل تمام استخدم مين فيهم امتى. لكن لما بنتكلم على relational database management system تمام، فاحنا بنشرح دلوقتي اللي هو row based data storage العادي اللي احنا اتكلمنا عليه في شابتر 16 النهارده. اتكلمنا على الماجنتيك ديسكس، ما اتكلمناش على اس اس دي تمام، اتكلمنا على ماجنتيك ديسكس، اتكلمنا على اكسسنج ديسك بلوك از اكسبنسيف، الهيد بيتحرك مسافه معينه سيك تايم، الديسك بيروتيت زاويه معينه روتيشنال ديلي، وبعد كده يبدا يحصل الداتا ترانسفير. شفنا ازاي سجلنا الداتا على الفايلز، سجلنا الفيلدز جوه الريكوردز والريكوردز جوه البلوكس، طب والبلوكس ديت هنربطها مع بعض ازاي جوه الفايل سواء بكونتيجوس الوكيشن ولا اندكست ولا لينكد الوكيشن. شفنا ان ممكن انواع الفايل ايه الاوبريشنز اللي موجوده، كوماندز اللي عندي اي ريد وانسرت وديليت واوبن وكلوز وسكان وفايند وفايند نيكست، وشفنا انواع الفايل اورجنايزيشن اور ان اوردرد فايلز واوردرد فايلز وهاشت فايلز وفايلز اللي جوه البي 3 ولو الفايلز كانت اورجنايزد بيزد على الكولم. النهارده احنا اتكلمنا على بدايه الستورج انجن. انا انصحكم في شابتر بتاع راجورا ماكريشنز التكست بوك هتروحوا هناك، عشان مش بس عشان البافر مانجمنت ان جنرال، برضو اسمعوا الستورج انجن من هناك في جزء مكمل للشابتر دوت. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.